مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. استأذنتوا مين قبل ما تطلبوا دوليفر؟ مش أنا، مروان هو اللي قرر. مروان؟ كنا عايزين نكلمك في موضوع ده مخ. موضوع إيه؟ دليفري بقى موضوع؟ لا مش موضوع الدليفري، بس هو ممكن الدليفري يبقى مدخل كويس للموضوع اللي أنا عايز أكلمك فيه. اتفضل. إخواتي وحبايبي بلغوني أقول لك إن الوضع في البيت كده مش هينفع يستمر. بالآخر كده مخ، إحنا لينا مطالب ولازم تتحقق. ليكوا إيه؟ مطالب، لينا مطالب.